السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ الاخبار؟ يا رب كلكم بافضل صحه وبافضل حاجه. فيديو النهارده باذن الله هنتكلم عن حل مشكله يستمر التطبيق في التوقف او تم ايقاف التطبيق. المشكله دي بتظهر لما بتستخدم بعض التطبيقات زي فيسبوك انستجرام ايا كان بقى التطبيق اللي بتستخدمه بيظهر فيه المشكله ديت. هو الحل واحد باذن الله، والحل اللي هنطبقه على التطبيق بتاع النهارده هو اللي هيستمر معايا التطبيق هيظهر فيه المشكله باذن الله. طيب اول حل هتعمله تضغط على التطبيق ضغطه مطوله. نفترض مثلا التطبيق دوت هو اللي بيظهر فيه المشكله، نضغط عليه ضغطه مطوله، بعد كده معلومات التطبيق، بعد كده نروح على استخدام ساعة التخزين، بعد كده مسح التخزين المؤقت، بعد كده مسح البيانات، مسح. بإذن الله هتفتح التطبيق والتطبيق تفتح معاك. طيب ممكن التطبيق ما تفتحش معاك، هتعمل ايه؟ التطبيق ما تفتحش معاك هتقوم راجع كده، بعدين تدوس على فرض الإيقاف. فرض الإيقاف، استنى شوية، بعد كده تدوس على فتح من هنا، التطبيق هيفتح معاك باذن الله والمشكله تحل. طيب لو المشكله ما حلتش هتعمل ايه؟ طبعا انا بحط لك احتمالات كتير وحلول كتير علشان باذن الله تطلع من الفيديو والمشكله محلوله معاك. طيب هتقوم جاي كده وتخش على المتجر، وبعدين هتبحث عن اسم التطبيق اللي حصل فيه المشكله. زي ما انت شايف هو التطبيق اهوت في تحديث نزل التطبيق، هتدوس على كلمه تحديث وتحدث التطبيق وباذن الله التطبيق يشتغل معاك. طيب لو برضو الحل ده ما نفعش، يعني لو ثلاث حلول ده اللي قلت لك دول ما نفعتش، طيب هتقوم عامل ايه؟ هتقوم داخل على الاعدادات عندك، وبعدين هتروح على اللغه وهتغير اللغه، تخليها لو هي عربي هتخليها انجليزي، لو هي انجليزي هتخليها عربي. طيب لو الحل دوت ما نفعش معاك برضو هتعمل ايه؟ هتقوم خارج خالص كده، تدوس على زر الباور، بعد كده تعمل اعاده تشغيل للموبايل وباذن الله المشكله تتحل معاك. بس كده كان هنا الحل بتاع النهارده. اتمنى تكون المشكله اتحلت معاك، ولو اول مره شفت ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناه عشان تصلك جديد فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.